رغم أن حي السلام ببلدية الزعفران بالجلفة من أحدث الأحياء إنشاء، إلا أن سكانه لا يزالون يتخبطون في مشاكل كبيرة. إنارة مثل تعبئة الطرقات، وحدة صحية، الماء الطابق العلوي ما يوصلوش، مقالة دالو موتور، والمشكل عندنا بكرنا داخلين على شهر رمضان وتكون الذراري يلعبوا برا ويتنفسوا شوية، لأنه خافوا عليهم. لم يمضي على توزيع سكنات الحي سوى 4 شهور فقط، غير أن بعض المرافق هنا لم تكتمل بعد. في الحي الإنارة والطريق غير معبدة، الماء البريمير ايطاج ما كانش، الطريق راك تشوفوا فيها والميه تلحق قبل الميتير، والإنارة معاناة كبيرة راك تشوفها، راك تشوف ما كان حتى الصورة هي اللي تعبر لكم. ينتظر سكان حي السلام من الجهات الوصية النظرة لوضعيتهم التي تزداد تأزما مع اقتراب فصل الحر. نناشد مجددا السلطات المحلية أن تتخذ التدابير اللازمة لحل مشكلة الإنارة العمومية، وفي نفس السياق نطالب السلطات المحلية بأن كذلك تقوم باستحداث وحدة صحية ومصلى وكذلك التهيئة الحضرية. يعتبر حي السلام واحد من الأحياء التي وزعتها السلطات المحلية في إطار السكن الاجتماعي في انتظار توفير متطلبات العيش الكريم لهؤلاء السكان.